فكان الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى من أنكر بشرية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن هذا جاء محكما في كتاب الله سبحانه وتعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهنالك وحي وهناك حقيقة البشرية للحياة صلى الله عليه وسلم والنورانية التي فيه عليه الصلاة والسلام. فيقول الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى: من أنكر بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: قال الله تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فرحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وهذا الكلام مسند في كتابه الفتاوى الرضوية في الجزء السادس صفحة 67، لكي لا يقول أن هذا نحن نقول كلاما غير مسند، بل ها موجود في الفتاوى الرضوية في المجلد السادس صفحة 67. هذا نقل الإمام، كلام الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. هذا ويعتقد أيضا الإمام أحمد رضا خان أن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هو صفوة البشر، حيث أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنور كما صرحت بذلك الآيات القرآنية الكثيرة والأحاديث النبوية الشريفة الكثيرة. وإذا أردت أن تفصل أو ترجع إلى تفصيل هذا الكلام، يقول العلماء: فارجع في تفصيل نورانية الحبيب عليه الصلاة والسلام لكتاب اسمه من عقائد أهل السنة والجماعة للشيخ مولانا محمد عبد الحكيم شرف القادري، فصل في هذا المجال وأتى بالأحاديث والآيات القرآنية وجاء بكلام ما شاء الله بليغ في هذا، يعني فائض ما شاء الله.